لكن ابطال الدوري يعني شرف لينا وشرف للجالية المصرية حرصت انها تكرم الكابتن الخطيب في المغرب. فالبطولة ال11 هيبقى تاريخ للنادي وتاريخ للعيبة دي. انا شايف ان التاريخ ده يعني هيتكتبه بميه من ذهب في تاريخ النادي الاهلي، انه حققوا 3 بطولات ورا بعض، ده انجاز هيحسب للجيل ده. الحاجة الثانية طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي يا كابتن عدلي، بصراحة يعني مكانة كابتن محمد الخطيب الناس مش سايباهم بره أو جوه، في الخارج أو في الداخل، مسافرين معاهم، والسبورت ده مدي ثقة للعيبة بشكل كبير جدا، بينعكس عليهم في أدائهم خلال المباراة اللي احنا بنشوفها. الحاجة الثالثة عندنا جماهير يا كابتن عدلي ما شاء الله، يعني جماهير بتحرك الصخر زي ما بيقولوا، وهو ده الضلع كمان اللي بيشاركنا في جميع البطولات اللي النادي الاهلي قدر يحققها في تاريخه. فانا شايف المنظومه ككل باذن الله هتعمل تاريخ يسطر لجميع الاجيال اللي جايه واللي راحت قبل كده. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان ربنا يكرمنا كابتن علاء في الفاصل. استاذ ابراهيم نكش فيكم على سر دقيقه بلس 90، وبصفتك صاحب اشهر بلس 90